السلام عليكم. يثير مفهوم الحرية في العالم العربي عاصفة من الحوار على مستوى النخب الفكرية بشأن ماهية الحرية باعتبارها مصطلحا عربيا طارئا وليس أصيلا عند بعض الكتاب والمفكرين. في سياق الحديث عن الحرية الذي اكتسب زخما غير مسبوق بفعل الانتفاضة العربية والخطوة المتقدمة التي أخذتها الشعوب في هذا المضمار، في هذا السياق تبرز خطوط التماس بين موروث ثقافي يحظى بقداسة في العقل الجمعي العربي وبين الحرية كمنتج فرضته الحداثة الوافدة من الغرب. يثير هذا التماس بعض الأسئلة بشأن تعريف العرب للحرية ومعوقات تحققها، وهل ما زالت تشكل حاجة ملحة للإنسان العربي في ظل انضمام الأوبئة والفقر إلى الملاحقات الأمنية له؟ هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، تأتيكم تحت عنوان العرب وسؤال الحرية. أهلا بكم. في زمن التحولات والتغيرات التي تعيشها الشعوب العربية في ظل ربيعها العربي، ساعية نحو نيل الحرية لكونها أم القيم ومقدمة شرطية لكل نمو وتقدم منشود وضرورة تاريخية وليست ترفا فكريا، وهو ما يجب التعامل معها كلا لا يتجزأ، وليس ربطها فقط بالموقف من الاستبداد الذي يبقى أصل كل المفاسد والمسؤول الأول عن الإحباطات المتلاحقة. مفهوم الحرية بمضامينه الرائجة التي تعبر عن حاجة الإنسان الغربي للتحرر من الاستبداد السياسي والكنسي وما يدور في فلكيهما من الصعب توطينه في مجال التداول العربي والإسلامي، إذ يصطدم بجملة من العوائق المنهجية والمعرفية بدءا من دلالات المفهوم نفسه وصولا إلى نظرة العرب والمسلمين الارتيابية للقضايا التي حملها هذا المفهوم ولتطوراته. الأمة العربية حين تسعى للتحرر من دولة الاستبداد لبناء دولة المؤسسات تدرك أن الانتقال هذا ليس عملية سهلة، بل هو انتقال صعب وعسير يتطلب زمنا ونخبا ووعيا كبيرا للمرحلة القادمة. غياب الحريات من بين السمات المشتركة في كثير من البلدان العربية مع التفاوت بين حالة وأخرى، حتى سجل استطلاع للرأي أجرته شبكة بارومتر البحثية نحو 50-75% من السكان في بعض الدول العربية يرون أن بلادهم أقرب إلى الدكتاتورية. وتحدثت منظمة مراسلون بلا حدود عن أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال المنطقة الأكثر صعوبة وخطرا على سلامة الصحفيين. أما منظمة فريدوم هاوس فقد ذكرت أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استمرت أنظمتها السلطوية في قمع المعارضة، وتبقى الحرية مجرد وهم إذا لم ينص لها دستوريا، وأن يكون ذلك بعد توافق القوى المجتمعية الفاعلة والمتنافسة وإتباعه بجملة من القوانين التي تنقله من نص دستوري بارد إلى فعل حقيقي في واقع الناس يحظى بقبول اجتماعي، ومن ثم لا تبقى النصوص القانونية المتعلقة بالحريات حبرا على ورق ومنتجة للاحتقان الاجتماعي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب، الكاتب الصحفي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك من بون أستاذ نبيل، يعني الحرية ليست مفهوما أصيلا عند كثير من الكتاب والمفكرين العرب. سؤالي هو طبعا ليس في البحث التاريخي، وإنما الحاجة تستدعي تحرير هذه القضية. لماذا الحرية ليست مفهوما أصيلا بدلالته الاصطلاحية عند العرب؟ طبعا يعني المفهوم الواقع لا المفهوم لا يستمد من الواقع فقط، وما ينبغي تغييره من الواقع حتى يسود. المفهوم يمكن أن يكون فلسفيا شيء جميل جدا، ولكن عندما تأتي إلى الواقع تجده غائبا، وبالتالي لا تستطيع أن تستمد معنى المفهوم من الواقع وإنما العكس. هذا أمر. أمر الآخر، الواقع الذين يتحدثون عن الحرية ويضعونها على أساس أنها أم القيم وأنها هي منبع كل شيء، الواقع فيه خطأ كبير، في خطأ واقعي عملي، مش فقط مجرد فلسفي أو نظري أو فكري. العدالة هي أم القيم، لأنها لا تستطيع أن تعطي حرية لفرد وتعطي الآخر نصف حرية أو أقل، أو لا يتمتع بحريته. لابد للواقع من تحقيق العدالة
التي هي أم القيم، فيمكن أن تتحقق الحرية بين الناس بشكل صحيح عندما يكون هناك العزم. الأمر الثالث الواقع الذي أتوقف فيه قليلا هو أن الحرية الواقع يفهمها الإنسان العادي، يستوعبها بشكل مباشر ويعلم أنه حقه من الحرية. لذلك قامت الثورات من قلب الشعوب، لم تقم من جانب النخب فقط، أو النخب لحقت بالشعوب إلى حد كبير في الثورات الشعبية التي عرفناها، كذلك حتى في التاريخ العام عموم التاريخ لحقت النخب بالشعوب وليس العكس، عندما تطالب بحريتها وتطالب بالوصول إليها. عند الآن عندما تقول العرب وسؤال الحرية، يتبادر إلى الذهن مباشرة الواقع السؤال: من العرب؟ العرب هل مقصود بهم النخب الذي تقول أنهم يتجادلون حولها ويتجادلون حول هذا المفهوم، وهو لا يحتاج إلى الجدل أصلا، إلى جدل كبير على الأقل. الحرية تقف مثلا، تنقطع عندما تبدأ أنت بالتعدي على حقوق الآخرين. يمكن أن تحدد مبدأها ونهايتها من خلال ما تملي عليك العدالة ومفهوم العدالة، وليس الحرية بشكل مجرد. ليس العرب فقط النخب، وليس العرب فقط الشعوب، وإنما هم مزيج من هذا وذاك. عندما تكون الشعوب حية يظهر من خلال عملها ومن خلال سعيها للحرية نخب تفهم هذه الشعوب وتسعى لتحقيق ما تطلع إليه. وعندما تكون النخب حية يمكن أيضا أن تؤثر على الشعوب، فإذا غفلت يمكن أن توقظها من جديد. يعني أنا فهمت من كلامك، وأرجو أن تصوب لي إذا كنت مخطئا، أن قدمت تفسيرا لغياب الحرية كمفهوم عملي في حياة العرب، أن العدالة كانت هي الأساس عندهم، لذلك اختفت الحرية من الناحية العملية في حياتهم. هل أنا فهمي كان دقيقا؟ دقيق، ولكن ليس فقط العرب، هذا يسود في كل مكان. نحن نتابع الآن الأحداث التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أم الحريات كما تقول عن نفسها، والعالم وزعيمة العالم الحر إلى آخره. الحريات الواقع مقررة في القوانين وفي الدساتير، ولكن لا يوجد عدل ما بين أصحاب البشرة السوداء أو السمراء وأصحاب البشرة الآخرين، أصحاب المال ومن لا يملك المال إلى آخره. عندما تتحقق العدالة بشكل صحيح، يمكن أن تحقق المفهوم الحرية وغير الحرية، الحرية، الكرامة، الحقوق المادية، الحريات العامة، يعني كل هذه الأشياء. ثمة سؤال فلسفي هنا يعني أستاذ نبيل، يعني ثمة سؤال فلسفي يترتب على ما تفضلت به: هل يمكن أن تتحقق العدالة بين العبيد؟ إذا لم يكونوا أحرارا كيف يمكن تحقيق العدالة؟ يا أخي، غياب العدالة هو الذي يجعلهم عبيدا. العبيد تسعى لتحريرهم، أو هذا على الأقل ما سارت به البشرية منذ زمن طويل. يعني مساواة ما بين العبيد وغير العبيد في السوق كما في أمريكا كما تعلم، وهي المثال الذي نوهت إليه. الواقع هناك منذ الحرب الأهلية، قامت الحرب الأهلية من أجل تحرير الرقيق، لكن هذا الأمر لم يتم، بمعنى لم يتم تطبيق العدالة كما ينبغي منذ ذلك الحين حتى الآن. كان هناك تقلبات أخرى، لا أريد أن أخوض بالجانب الفلسفي النظري أكثر من اللازم. عندما ظهرت الواقعية المادية، بمعنى الواقع النفعية، الواقعية النفعية التي تسمى براغماتية، ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من 100 عام، ومنذ ذلك الحين أصبحت المقاييس تميل إلى الجانب المادي على حساب الجانب المعنوي. الذي لا يملك القوة لا يستطيع أن يحصل على حريته. بهذا المفهوم. طيب دعني أنتقل إلى هنا الاستوديو. أستاذ ياسين، الحرية هي مفهوم مطلق، بمعنى أن الحرية في أمريكا وفي الصين وفي الوطن العربي هي شيء واحد، أم أنها نسبية تخضع لمنطق الموروث الثقافي والحضاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ جهاد ولضيفك الكريم نبيل شبيب من بون وللمشاهدين. الحرية هي قيمة مطلقة لأنها تتعلق بالإنسان، والإنسان في جوهره كائن حر، والعبودية هي ضد الحرية، والعبودية هي أس البلاء الذي لحق بالإنسان، ومظاهره كثيرة: انعدام العدل، الإجحاف، التسلط، مصادرة الإرادات بما فيها حرية الإنسان نفسه. ولهذا ظهرت أو رأينا ظاهرة العبودية يعني على مدى قرون، ثم اختفت طبعا عندما تحققت قيمة الحرية بشكلها المطلق. الإنسان الفرد هو التعبير القوي جدا لفكرة الحرية ولجوهر الحرية، ولكن أيضا الحرية تتحقق ببعدها السياسي، بمعنى أن الإنسان عندما يمتلك القدرة على التحكم في صنع القرار فهو حر.
عندما يفتقد إلى هذا الحق فهو ليس حر. هنا تتفاوت بطبيعة الحال. لهذا نشهد مجتمعات فيها حرية ومجتمعات ليست فيها حرية، رغم أن حتى الدول مثلا المنظومة الاشتراكية كانت تسمي نفسها جمهورية ديمقراطية إلى آخره، كانت تدعي أنها تمارس الديمقراطية، لكن في الحقيقة هي كانت تصادر إرادة الفرد لحساب المجموع، وهذا المجموع تحول إلى قطيع. لا، أنا أتكلم عن المعسكر الشرقي تحديدا. نعم. الصين مثال لا يزال مثال صارخ على إمكانية مصادرة حرية الفرد لحساب المجتمع بكامله، وفق مبدأ ما يسمى بالإرادة السياسية التي تعني فيما تعني هو إمضاء إرادة الدولة على حساب الجميع من أجل تحقيق أهداف معينة ما فيها الأهداف الاقتصادية. سنأتي على ذكر الدولة، لكن أنت ذكرت في مستهل إجابتك أن الحرية مفهوم مطلق، يعني هذا كلام يحتاج إلى تحرير. هذا يعني أن الحرية التي تمارس الآن في أمريكا هي نفسها يجب أن تمارس في الوطن العربي؟ نعم. أو في الصومال أو في الهند؟ نعم. لماذا؟ نعم. لماذا؟ يعني مثلا، يعني لو دخلت معك في التفاصيل قليلا، يعني مثلا حرية الاستهلاك أو الحرية الفردية المنفلتة من أي ضوابط وقيود هي الآن مقررة بالقانون في أمريكا، هل هذه يجب أن تنقل إلى الوطن العربي، إلى بيئات جغرافية أخرى مثل الهند، مثل باكستان، مثل السعودية مثلا برأيك؟ نعم. في الغرب هناك يعني مبالغة في فهم الحرية إلى درجة أنه يريد أن يحرر الفرد حتى من الرقابة الذاتية على نفسه وعلى سلوكه، ولهذا تظهر هذه. إذن دخلنا في النسبية. دخلنا في النسبية الآن. هي هكذا، لكن الأستاذ نبيل ربط المسألة بالعدالة، وأنا أربطها بدولة القانون، والعدالة هي جزء منها، لكن دولة القانون هي عامل تنظيمي، يعني عامل ناظم لحركة الحياة وحرية الأفراد وحرية الناس. الذي يريد أن يفهم الحرية على أنها ممكن أن تأخذه إلى أفعال شاذة لا تتطابق مع الفطرة الإنسانية هذا شأنه، لكن ما نحرص عليه وما هو مفيد من ناحية الحرية هو أن الإنسان لا يسمح بهذا الطغيان وهذه الدكتاتورية وهذه المصادرة المبالغ فيها لإرادة الناس، والتي ندفع ثمنها نحن غاليا في أوطاننا وفي دولنا العربية على وجه الخصوص. هناك مصادرة وهناك تكريس لعبودية خاصة، عبودية العصر هذه تكرسها الدولة وتثبتها الدول. يعني أنت تمثل شريحة من المثقفين العرب، ويهمني أن أعرف يعني مفهوم الحرية عندك، لماذا أطلقتها ولم تخضعها لمنطق الموروث الثقافي والحضاري عند الشعوب والأمم؟ لماذا ليست نسبية متفاوتة بحسب هذا الموروث؟ ولماذا جعلتها مطلقة؟ هل يعقل أن يمارس من هو في الهند الحرية كما يمارسه من هو في واشنطن مثلا؟ الموروث والعادات والتقاليد لا تحد الحرية، وإنما يعني تمنحها معنى مغايرا. يعني الحرية التي يمارسها الغربي قد تختلف نوعا ما عن الحرية التي يمارسها الشرقي استنادا إلى تقاليده، وفي هذه الحالة ليس هناك مصادمة في الحرية، تبقى الحرية هي الحرية بمفهومها المطلق. وكما قلت لك، يعني في الغرب ينزع الفرد حتى إلى التحرر من الرقابة الذاتية، ولهذا نرى يفهم الحرية على أنها ممارسة الشذوذ على سبيل المثال، المثلية الجنسية، هذه شكل من أشكال الحرية والليبرالية والحرية الفردية المطلقة غير المقيدة، لكن هذه قد لا تناسب قطاع واسع من الناس، ليس فقط في الشرق وإنما حتى في الغرب نفسه تظل هذه مجموعة محددة. هنا يأتي دور القانون، دولة القانون، بحيث أنها تضمن حرية الأفراد حتى لا تتحول الحرية إلى إشكالية، حتى لا يعتقد البعض أنه محروم من حقه في ممارسة الحرية. مسألة إنزال قيم ومرجعيات سواء كانت دينية أو ثقافية أو آخرية على الحرية بهدف التحكم بها، أنا أعتقد أنه هذا مدخل لتقييد الحريات، وأكثر من يستفيد من هذا النوع من التقييد هي الأنظمة الدكتاتورية والدول العميقة نفسها التي تنزع دائما إلى مصادرة الحريات من خلال تفسيرات مراوغة أفضت إلى ما أفضت إليه من أوضاع بائسة نعيشها خصوصا في بلدان العربية. تحدثت عن الحرية المطلقة والحرية المقيدة وعن مسؤولية دولة القانون عن تحديد هذه الحرية، وهذا يقودنا بالضرورة إلى تحرير مفهوم الحرية. أسأل عنه الأستاذ نبيل فيبون. أستاذ نبيل، العرب اليوم مقسمون على أنفسهم في كل شيء، ولا تبدو أن هناك قيم تقريبا جامعة للعرب في ظل سقوط المقدس، كل شيء يخضع للنقاش والحوار الآن في الوطن العربي. في مسألة الحرية، هل ترى أن العرب استطاعوا أن يصلوا إلى حالة، إلى تعريف أو ضبط مجمع عليه لهذه القضية، لظاهرة الحرية أو لمفهوم الحرية؟ يعني لعلنا نخلط ما بين المقدس وما بين المحظور.
في أشياء أصبحت محظور علينا أن نتحدث عنها والأصل ألا تحضر، ولكن المقدس شيء آخر والمدنس شيء آخر. لا أريد الخوض في المفاهيم الآن نظريا فقط، أعود إلى الحرية بحد ذاتها كمفهوم أو كشيء نعيشه أو لا نعيشه نفتقده. الواقع هي مرتبطة بالإنسان نفسه، لذلك عندما يذكر الأستاذ ياسين على أنها يعني معنى مطلق، لأنها مرتبطة بالإنسان. الإسلام يعبر عن ذلك بكلمة الفطرة، يولد الإنسان بالفطرة. لذلك عبر أيضا عمر بن الخطاب عندما من جانب العملي فقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لم يقل مثلا متى استعبدتم الأقباط، لم يقل، وهي قصة كانت قصة القبط. فاصل قصير، يعني هذه في كما يعني لو ذهبنا بعيدا، هذه أهل الحديث يقولون بأنها لم تصح عن عمر بن الخطاب، تفضل أكمل. يعني بعض الناس يقولون ذلك، أنا ممكن أرجع للمصادر فيها لكن ليس الآن وقتها. أقول الواقع هذا المعنى، أن الإنسان هو الحر بحد ذاته منذ ولادته، هو الأشياء. هو أيضا إذا لم ترد عمر بن الخطاب الآن أن نستشهد بالحادثة، يمكن أن نستشهد بما هو مكتوب أيضا في المواثيق الدولية التي وصلوا إليها بعد عناء طويل، وكان من ذلك أيضا أن الإنسان يولد حرا ويجب أن يعيش حرا بغض النظر عن المضمون. تأثير العادات، تأثير الموروث عليها، تأثير الثقافات العامة، تأثير الممارسات، تأثير معقول، يعني يمكن أن يحد منها أو يحد أو يؤثر على مفهومها عند الشخص العادي، عند الإنسان العادي. ولكن في نهاية المطاف نحن رأينا أن مثلا في بعض بلداننا، معظم بلداننا يعني جيل وراء جيل كان تحت الاستبداد وكان محروما من حريته، ومع ذلك عندما تحرك في الثورة تحرك وهو يطالب بحريته. يعني لم يفقد معنى أن هذه الحرية هي جزء من كينونته ويجب أن تكون جزءا من حياته، من واقع حياته، من تعامله مع الآخرين وتعامل الآخرين معه. الآن يأتي دور القانون، قانون الواقع والدولة القانون إلى حد ما هي إدارة كيف أن تكون الحرية بحيث لا تتعدى على الآخر، كيف أن تمارس حقوقك دون أن تتعدى على حقوق الآخرين. فيمكن أن يكون هذا ما يضبطه القانون ويضبطه النظام العادل، النظام القائم على العدل، يمكن أن يعني يضبط هذه الأشياء. أما في نهاية المطاف الشعور بالحرية والتطلع إلى الحرية يبقى قائما حتى في أشد ساعات الظلم. يعني يمكن الإنسان يصبح مريض، يمكن أن يصبح شادا فينسى أنه حر ويصبح يعتاد على العبودية، ولكن في نهاية المطاف في أول شرارة إذا صح التعبير تشتعل، يمتد الوقت، يمتد مفعولها إلى كافة الناس، لأنهم جميعا على الفطرة يطلبون حريتهم ويريدون أن يعيشوا بحرية. وبالتالي الواقع نحن نربط أيضا بين الحرية، يعني مفهومنا على الأقل إذا كان من التأثير الثقافي والتاريخي والعقدي، نربطه بالمسؤولية. عندما يكون الإنسان يشعر مسؤول، وهذا ما نوه إليه الأستاذ ياسين عندما يتحدث عن أن يعني الإنسان نفسه يجب أن يراقب نفسه، فهذا الواقع يرتبط أيضا بمعنى المسؤولية. المسؤولية ترتبط بالحرية، ترتبط بالحق، ترتبط بالقانون، ترتبط بالعدالة. لا نستطيع أن نجردها كمفعول مطلق كأنه يعني قائم بدون ضوابط. موجود الضوابط وموجود الواقع، إدارة هذه الضوابط عن طريق دولة القانون والدستور إلى آخره. ألمح من كلامك شيئا من الاختلاف مع الأستاذ ياسين عندما أطلق مفهوم الحرية. دعني أعود إليه لأسألك عما تحدثنا عنه قبل قليل. الحرية كمفهوم مطروح الآن في الساحة القيمية يعني في العالم هي الوافدة من الغرب، الحرية المطلقة الواردة مع الحداثة منفلتة من أي عقال. في الحالة العربية ثمة موروث ثقافي ربما يكون إطارا عاما يحدد المنظومة المفاهيمية، حرية، عدالة، مساواة، ثمة تراتبية. السؤال هو، دعني أسألك، في هذه الحالة هل يمكن للعرب أن يكون هناك نوع من التنازل عن جزء من الحرية أو عن تحرير هذا المفهوم وتوضيحه لصالح الموروث الثقافي إذا ما تعارضت الحرية في أحد مستوياتها مع مقدسات العرب، مع موروثهم؟ أولا العرب هم يحتفظون بمعاني عظيمة للحرية، وهي تعني فيما تعني المروءة والكرامة والشرف والكمال، وهذا يعني أن الحرية ليست غريبة على العرب وليس بحاجة لاستيراد الحرية. ثم أن الذي يأتي من الغرب ليس قيم معلبة اسمها الحرية، سلوك يمثل حالة من تراكم الممارسات والأحداث والتطورات والمواجهات التي قامت على أساس قيمي بين الكنيسة والمجتمع المدني. ثم الغرب استطاع أن يطور حياته المادية والاقتصادية
ويتفوق على المستوى العالمي، ثم صدر حالة سلوكية، وأنت لك أن تقبل بهذه الحالة السلوكية بجزء منها بما يناسبك وتتخلى عن الباقي. لكن نحن لا ينبغي أن نطابق بين السلوك وبين الحرية. الحرية شيء والسلوك شيء آخر. الحرية يمكن أن تكفل هذا النوع من السلوك، فإذا بدأ هذا السلوك شاذاً لا ينبغي أن نحاكم الحرية، وإنما نحاكم السلوك نفسه. فإذا كان مضراً بالمجتمع يمكن منعه من خلال دولة القانون، وإذا لم يكن مضراً بالمجتمع يبقى هذا السلوك قائم بذاته. يعني الجدل الذي دار على سبيل المثال، نحن في بلد مثل تركيا، كان هناك كلام رائع لرئيس هذا البلد عندما أثير مسألة رئيس طيب أردوغان، عندما كان هناك حملة انتقادات على يعني رئيس هيئة الشؤون الدينية عندما انتقد الممارسات الشاذة إلى آخره. قال: لماذا يعني تتعبون أنفسكم؟ الذي يجد نفسه أنه ليس معنيا وليس مسلما فليس ملزم بأن يتقيد بما دعا إليه الرئيس هيئة الشؤون الدينية. بمعنى أنه إذا لكن عفوا معذرة أستاذ ياسين، يعني على جلالة ما تقوله، في الحالة العربية لا يمكن أن يترك الأمر للحرية الذاتية، ثمة سلطة دينية مقدسة هي التي تحدد المفاهيم، هي التي تحدد السلوك العام. فهنا يعني كما لو أنك تريد أن تفسح المجال للحرية أن تكون منفلتة وأنها عفوا خاضعة للمنطق الفردي وليس لمنطق الدولة. لا أدعو لحرية منفلتة. الحرية المنفلتة تكون أشد ضررا عندما تتعدى حرية الآخرين وعندما تؤذي الآخرين. القيم الدينية التي يمكن أن تصيغها منظومة دينية مرجعية محترمة خصوصا في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن تحدث أثرا إيجابيا، يعني قناعة ذاتية، احترام تلقائي من المجتمع لشعوره بأن هذه الممارسة وهذه القيود هي جزء من سعادته في الدنيا وفي الآخرة، ممكن أن يمارسها بتلقائية يعني وبشكل طبيعي جدا وبرضا كامل. لكن هناك من يشذ عن هذه القاعدة. أنت هنا إذا أردت أن تفرض هذا بقوة أو بالقوة فأنت تفسح المجال لمصدر خطر كبير جدا، وهي الأنظمة الشمولية الحاكمة. هذه الأنظمة الشمولية الحاكمة دائما تتوسل الدين في إمضاء أو في تمرير أجندتها السياسية، ولهذا رأينا أن معظم الأنظمة وأكثرها ديكتاتورية هي التي توسلت القوة الدينية القهرية لفرض إرادتها على المجتمعات ورفض ذلك بالدين، طاعة ولي الأمر إلى آخره، إلى درجة أن أحدهم قال: إذا وجدت ولي الأمر يفعل كذا أو كذا فلا تحاكمه ولا تنتقده. هذا القول هو مفهوم دخيل على الإطار التاريخي الديني، وهذا أتى من مرجعية دينية للأسف الشديد. نعم. فما رأيك بهذا؟ يعني طيب، يعني الآن نريد أن نبحث إلى أي مدى ما زالت الحرية تشكل حاجة عند الشعوب العربية. هذا نبحثه بعد وقفة قصيرة تتبعه عودة لاستئناف الحديث إن شاء الله. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن سؤال الحرية في الحالة العربية. أستاذ نبيل، في ظل تعدد الحاجات للإنسان العربي الذي يعيش ظروفا سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى أمنية، كلها ظروف غير مثالية، من ضمن هذه الحاجات أين موضع الحرية ضمن سلم هذه الحاجات إذا صح التعبير؟ يعني أنا أجد أن نتهم الإنسان العربي ونتهم حتى تراثنا العربي ونتهم واقعنا الواقع بأكثر مما ينبغي. يعني هناك أشياء يمكن أن تركز فيها على الأنظمة التي اختارت سبيل الاستبداد، ولكن لا يمكن تعميمها على عامة الشعوب وعامة النخب في هذه الشعوب. والواقع أيضا أن نقول بأن الحرية التي نعيشها الآن هي مستمدة من الغرب، هذا أيضا فيه نوع من عدم متابعة تاريخية لنشأة الحرية في الغرب. لم تنشأ بالمناسبة مع الحداثة الغربية، نشأت مع الفلسفة الإنسانية قبل أكثر من 500 سنة، وأنا ذاك كانت الحضارة الإسلامية
الإسلامية واحترام الإنسان واحترام العقل قائمة في البلدان العربية والإسلامية عموما. بعد ذلك نشأت فلسفة التنوير، وهي التي أصبحت تحكم العقل وتحاول أن يعني أستاذ تمنع. أرجو المعذرة، حتى ربما يعني سؤالي ربما فهمته غلطا، يعني أنا أقصد أن الآن الإنسان العربي بحاجة إلى الأمن، بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الأمن الصحي. ضمن هذه منظومة هذه الحاجات، إلى أي مدى الحرية ما زالت تشكل حاجة للإنسان العربي في ظل هذه المتغيرات؟ يا أخي كيف تحقق الأمن إن لم تحقق الحرية؟ نحو عندما سيطر الاستبداد على بلادنا فقدنا الأمن وفقدنا الغذاء وتخلفنا عن رحم الأمم المتحضرة إلى آخره. كلها الواقع مرتبطة بعامل الحرية وعامل الكرامة وعامل العدالة. فلا يمكن الواقع أن نقول أن الإنسان يحتاج إلى الغذاء، والدولة التي تؤمن هذا الغذاء لا تمنح الحرية أو لا تمنع الحريات في البلاد وتمنع إنتاج حتى الغذاء بشكل سوي وتوزيعه بشكل عادل، توزيع الثروة حتى يستطيع الإنسان أن يحصل على غذائه ويحصل على احتياجاته المادية. بالتالي الواقع لا يمكن أن نقول لا يمكن أن نفصل بين أمر وأمر، كل هذه الأمور متداخلة، يجب أن نفهم تداخلها مع بعضها بعضا وكيف تؤثر على بعضها بعضا. ولذلك رجعت إلى الآن يسود بيننا عموما الانطلاق من أن والله الحرية هي منبعها في الغرب. طيب الغرب الواقع تحرك وتقدم إلى حد كبير عندما بدأ بطريق الحرية، ولكن لم مو مسألة الحداثة بنظرتها إلى العقيدة إلى الدين والإلحاد إلى آخره، دعنا من هذه الأشياء، وحتى ليس إلى النظرة المادية. المادية بدأت في الغرب قبل 150 سنة، سيطرة المادة على الحريات فعكست مسار التنوير الغربي إلى حد كبير. بالتالي الواقع يجب أن يعني لا يستطيع الإنسان هنا أن يشرح هذه الأمور بشكل تفصيلي ومقنع بما فيه الكفاية، فيبقى بالملامح. يجب أن نرجع إلى التاريخ وتسلسل الفلسفات الغربية حتى وصلت إلى مسألة الحداثة الإلحادية المادية وهيمنة المادة على ما سواها. أما بالنسبة إلى بالنسبة إلى الإنسان في بلادنا، يا أخي حتى عندما حرم من كل حريات من كل حقوقه المادية والمعنوية، عندما خرج ليطالب بحقوقه بدأ يطالب بها على أساس الحرية والكرامة والعدالة في الدرجة والأمن في وقت واحد، وليس لم يفصل شيئا عن شيء. وعندما عانى من أجل ذلك وجه بالقتل، وجه بالاعتقالات، وجه كما نعد بكل بلادنا، أول فرصة يمكن أن يخرج فيها من جديد نجده يطالب بنفس الأشياء التي كان يطالب بها في الثورات الشعبية قبل 10 سنوات. لكن ثمة من يقول يعني إلى جانب الحديث عن فساد الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية أن المواطن العربي ليس بريئا، وهنا أسأل الأستاذ ياسين، يعني الحالة التي تمر بها الآن في بيئة يعبث بها الفقر والعصبيات الضيقة التي أنتجت يعني الانتماءات دوائر الانتماء الضيقة التي أنتجت عصبيات حول القبيلة حول الحزب حول الطائفة، هل من المصلحة ومن العمل الحديث عن الحرية أم ثمة حديث آخر ينبغي التركيز عليه في هذه المرحلة في إطار رؤية نقدية للذات؟ أنا ما أطالب به الجماهير العربية أن تركز على الحرية ثم الحرية ثم الحرية قبل التفكير بالأمن، قبل التفكير بالغذاء، قبل التفكير بأي شيء آخر. لماذا؟ لأن الذي يفكر بالأمن أطراف هي الدول والأنظمة، وتبرعت حتى أوروبا، تبرعت حتى أوروبا في عقد قمة سميت قمة الأمن في شرم الشيخ، وكانت تثبت مبدأ أولوية الأمن عما سواها، أولوية الأمن على الحرية السياسية، وهذا أعطى ضوء أخضر من أوروبا للأنظمة الدكتاتورية خصوصا التي ارتدت على الربيع العربي لكي تمارس ديكتاتوريتها بصلاحية مطلقة. ثم أن الذي أعاد إنتاج العصبيات والانتماءات وكل ما له علاقة ما دون الدولة ودون منطقة العصر هي هذه الأنظمة ضمن ثورة مضادة سعت بكل ما لديها من إمكانيات لإعادة تفكيك المجتمع والسيطرة عليه من جديد وحرمانه من حقه في الحرية والحرية السياسية على وجه الخصوص. ثم ينبغي أن ندرك بأن أوروبا صدرت علينا السلوكيات يمكن أن نستهلكها لكنها منعت عنا الحرية السياسية. أنت وقفت عن الحرية السياسية ده. نعم، حتى لا يفهم أن أوروبا هذه تصدر حريات. أوروبا لا تصدر حريات. عندما خرج الشعب العربي فيما يسمى بالربيع العربي كان يطالب بالحرية السياسية على وجه الخصوص والحرية الفردية، حرم من كليهما، حرم من الحرية الفردية وحرم من الحرية السياسية وبالذات الحرية السياسية. الحرية الفردية ماذا يعني تقصد؟ هل الحرية الفردية التي نادى بها العرب، ما هي الحرية الفردية التي نادى بها العرب؟
يعني الحرية السياسية قد أفهم هذا، لكن الحرية الفردية قد تكون كلمة ملغومة بالنسبة للإنسان ليست العربي. ملغومة، لا ينبغي أن تنصرف إلى الممارسات الشاذة. الحرية الفردية قدرة الشخص على ممارسة خياراته دون وصاية أو إكراه، وهذه مقدمة طبيعية لممارسة الحق السياسي، لأنه إذا صدر حقه الفردي فلا يمكن أن أمارس حقه العام. حقه العام مرتبط بحقه الفردي، حريته الفردية هي أساس ومقدمة لممارسة الحرية العامة. لهذا أنا أقول إن الحرية هذا مبدأ أصيل فينا، كامن فينا، في مجتمعاتنا وفي كل المجتمعات الإنسانية. تحقق للعرب فرصة أن يثوروا لاستعادة حريتهم، وقف العالم كله ضدهم، إلى درجة أن الاتحاد الأوروبي أشرف على إيداع رئيس ديمقراطي منتخب في السجن ثم دعه يموت على يد نظام ديكتاتوري. هذه هي الإشكالية اليوم. لهذا ما ينبغي البحث عنه اليوم كأولوية هي الحرية. طالما الحرية غائبة سيعاد إنتاج الشموليات والديكتاتوريات التي ستصادر الحرية، ومن ثم سنعاني ما نعاني من فقدان الأمن وفقدان الحياة الكريمة وفقدان العيش الكريم. طيب أستاذ نبيل، الحديث عن الحرية، أوروبا لم تتمتع بالحرية ولم تنعم بأجواء الحرية الفردية وحرية الاختيار وتغيير الحكومات والاقتراع وممارسة الرأي والتأليف إلى آخره إلا بعد سلسلة طويلة من طبقة المفكرين والفلاسفة الذين نظروا لهذه الحرية لآليات تطبيقها في الحالة العربية. هل ترى أن بعد الانتفاضة العربية والحركة المتقدمة التي أقدمت عليها الشعوب سبقت النخب الثقافية حقيقة، هل ترى أن هناك حالة تنظيرا فكريا كافيا لأي حرية يمكن أن تنضج في العقل الجمعي العربي لتمارس بعد ذلك؟ أوروبا عندما مارست ذلك الواقع وضعته في قوالب تاريخية ترتبط بأوروبا وتؤكد وعيها الذاتي وتؤكد وعيها المعرفي الذاتي إلى حد كبير، يعني كثير من الأمور نقلت منها كما تشهد الكتابات الواقع الغربية، نقلت من ما كان سائدا في البلدان العربية والإسلامية ثم وضعته في قالب تاريخي ربطته بالإغريق، ربطته بالديمقراطية في عهد الإغريق وإن كانت ناقصة وكانت طبقية، وانطلقت في ذلك من حملة من الوعي الذي مارسها المفكرون، ولكن الواقع نحملهم أكثر مما كانوا يصنعون في هذا الإطار. يعني جان جاك روسو على سبيل المثال الذي يرجع إليه معظمهم في قضية دولة القانون والمجتمع، الواقع كان يقول بأن الحرية لا تمارس في كل البلدان، بلد كفرنسا بحجمه لا يمكن أن يطبق الحريات. الحريات التي انطلقت في الغرب كان لها تاريخ معين وكان لها انحرافات وكان لها الواقع، فلا نقارن بينها وبين بلادنا في الوقت الحاضر. يعني لكل بلد أو لكل منطقة تاريخها الذاتي الذي لا بد أن يؤثر على طريقة التفكير وعلى الوعي بشكل معين، إنما هناك مفاهيم مطلقة مشتركة بين كل بين جنس الإنسان حيثما كان، ومنها التطلع إلى الحرية إلى حد بعيد. الواقع الحرية السياسية تنبع من الحرية الفردية أيضا، يعني ونحن عندنا من تراثنا، التراث لا يؤثر دائما سلبا كما أحيانا يأخذ الإنسان الانطباع من الحملات الموجودة حاليا. يعني كلمة لا إكراه في الدين، يعني بين القرآن الكريم الواقع لا إكراه في الدين في كل مجال من المجالات على الإطلاق، في التعامل، في التفكير، في الضغط على الإنسان على الصعيد الفردي على الصعيد الاجتماعي، لا يوجد إكراه في الدين، والإكراه هو بالذات عكس الحرية، نقيض الحرية، وبالتالي سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجمعي الواقع هذا الأمر مفروغ منه في تاريخنا أو في التاريخ الحضاري الإسلامي الذي لا يمس فقط المسلمين وإنما يمس من يقتنع بالإسلام كنظام وكمنهج أيضا من غير المسلمين. بالتالي الواقع بلادنا العربية في الوقت الحاضر تقف على مفترق طرق، لأن في البلاد الغربية انحرف تطبيق الحرية تحت تأثير المادية الحديثة وهيمنة المادة على صناعة القرار، وكثير من الأمور التي تقرها الدساتير تقرها المواثيق لا تجد التطبيق، ونجد الواقع. ما أريد الآن أن أكرر مسألة ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض البلدان الأوروبية أحيانا في هذا الموضوع في مسألة الأمن وغيرها. الأمن كما أيضا أرجع إلى شيء ما قاله أستاذ ياسين، الواقع قضايا الإرهاب نشأت في البلدان الغربية التي تتمتع بالحرية. أول ما اكتشفت الطائرات كانت في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أمريكا ومع طريق فرنسا تجاه الجزائر، أول ما تأسست منظمات إرهابية كانت في الدول الغربية الحديثة وليست في بلادنا، ثم انتقلت إلى بلادنا. فلا يوجد الواقع
لا يمكن أن نجرد عملية الأمن عن العدالة، عن الحرية، عن الحقوق المادية، كلها مرتبطة ببعضها بعضا، ونحن الآن للأسف ما زلنا نحبو في مسألة نشاط النخب الفكري الذي ينبغي أن يطرح هذه الأمور مجددا، خاصة بعد أن تحركت الشعوب في الثورات التي نعرفها جميعا. وصلنا إلى الحديث عن المعوقات التي تحول دون أن يكون العرب أحرارا في آرائهم السياسية، في حرية تعبيرهم، في أدائهم، في حياتهم العملية. هذا نبحثه بعد فاصل أخير. أهلا بكم أستاذ ياسين. ما نوع المعوقات التي تحول دون انتشار مفهوم الحرية كقيمة أساسية في حياة العرب؟ هل هي في المقام الأول معوقات سياسية أم اجتماعية أم فكرية أم معوقات يعني في بنية العقل العربي؟ لا، أنا أعتقد أن العقل العربي منفتح على الحرية ولديه وعي كامل ولديه قابلية لتمثل قيم الحرية وللممارسة الديمقراطية والقيام بدوره السياسي في إطار مجتمع حداثي. هذه المسائل كلها متوفرة وهذه الاستعدادات متوفرة، لكن ثمة من يقتل هذه الاستعدادات ويكبتها ويحتويها. ما هي هذه المعوقات؟ طبعا الأنظمة السياسية الأنظمة السياسية الوظيفية التي تعمل لحساب أجندة خارجية هي التي تعمل على احتواء المجتمع العربي وتعوق ذهابه نحو الحرية ونحو الممارسات المفتحة على الأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى آخره إلى آخره. الأنظمة السياسية تلعب دورا محوريا، ولهذا عندما قال أحد المفكرين العرب بأن الدولة هي التي تبدد هي المسؤول الأول عن تبديد الحرية ثم نريد أن نطالبها بمنحنا الحرية، هذه إشكالية عميقة في مجتمعنا العربي. الدولة هي التي تبدد بكل الإمكانيات المتاحة لديها، والدولة هنا هي الدولة العميقة، هي الدولة الأقلوية التي دائما تحتكر القرار السياسي والأمني والعسكري وتريد أن تلقن المجتمع درسا وتفهمه بأن وجوده قائم على فكرة بقاء هذه المحاذير الأمنية التي فعلا تضمن ديمومة سلطتها لكنها لا تقدم شيء للمواطن العربي. لهذا هذه الأنظمة الأقلوية سواء كانت عسكرية أو دينية أو مذهبية أو حتى اجتماعية أو جهوية، كل هذه تعتبر أنا أعتقد أنه في مقدمة المعيقات التي تمنع أن حصول الشعب العربي على حقوقه وحريته وخصوصا في بعدها السياسي والاقتصادي. العامل الثاني هو محاولة احتواء أو تهجين أو تدجين منابر صنع الرأي. هذه يحاول يعني تبذل في سبيلها جهود كبيرة لبقائها أبواق سلطوية ومزيفة للوعي، ولهذا رأينا أن واحدة من أكثر الإشكاليات السياسية في وطننا العربي في السنوات الأخيرة نشأت على خلفية ما توفر للعالم العربي من حرية، والتي تمثلها مثلا منظومة أو شبكة قناة الجزيرة التي كادت دولة قطر أن تدفع يعني وجودها ثمنا لهذه الحرية التي توفرها قناة الجزيرة. ثمة منظومة من الدول اعتقدت أن بقاء هذه الشبكة الإعلامية تشكل مصدر خطير لأنها تضمن بقاء الوعي متقدا ومتجها نحو أولوية الحرية دون سواها. إذا لم يتوفر للمجتمع العربي منبر رأي، إذا لم يتشكل وعيه، إذا لم يضمن عملية إعلامية متحررة من الإملاءات والإكراهات، وهذه العملية الإعلامية في نهاية المطاف ستؤثر على وعيه وستجذر وستحفزه على ممارسة حقوقه السياسية، فأعتقد أنه سيعاني إلى حد كبير من فقدان الحرية، لأن هذه المنابر الإعلامية تعمل على تكريس نمط جديد من العبودية، نعم، من العبودية المعاصرة، وهي أن يتحول قطيع أو الشعب إلى قطيع يخدم هذه السلطة ويمتثل لأوامرها. طيب،
طيب سأعود إليك أستاذ نبيل. واحد من أهم الفلاسفة الغربيين هو الألماني جورج فريدريك هيجل، وتعرف أنت قيمته في الفلسفة الغربية. قال، قدم رؤيته للتاريخ بأن التاريخ ما هو إلا تقدم لحالة الوعي بالحرية. هل يمكن إخضاع الانتفاضة العربية التي شاهدناها في العقد الماضي إلى هذا المنطق، بمعنى أن هذه الانتفاضة هي حالة وعي متقدم في سبيل انتزاع الحرية؟ يعني لا أريد الواقع أن أطبق ما يقوله هيجل قبل مئات السنين ومن خلال تاريخ الغرب بصورة خاصة وتاريخ أوروبا وأوضاعها في تلك الحالة وما نشأ فيما بعد تحت عنوان الحتمية التاريخية. يعني كثير من هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل واسع ولا يمكن نقلها نقلة كاملة إلى بلادنا. بلادنا عانت من كثير من الأمور، ولكن أتفق مع ما ذكر قبل قليل مع الأستاذ ياسين، الواقع بأن العنصرين الرئيسيين هي السيطرة السياسية الأنظمة والسيطرة الإعلامية ومعها الفكرية بطبيعة الحال في بلادنا باتجاه يناقض الحريات ويناقض العدالة ويناقض أمن الإنسان. وهذا الواقع نربطه إلى حد كبير بالوضع العالمي الحالي. نحن في وضعنا العالمي الحالي وذلك منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، هناك هيمنة مادية طاغية إلى حد كبير، وكل ما يمس هذه الهيمنة المادية بالشيء من داخل بلدان الغرب أو من داخل بلدان الأخرى يمكن أن يواجه فيه. أستاذ نبيل أرجو المعذرة، يعني أريد أن أبحث معك حالة الوعي التي لدى العرب، يعني ما شهدناه في شوارع سوريا وشوارع ليبيا وعددا من العواصم العربية والدول العربية كان لافتا ويستحق الوقوف عنده، يعني أن تقدم كل هذه الدماء من أجل مطلب الحرية السياسية. هل ترى تؤمن بأن العرب وصلوا إلى مرحلة وعي متقدم بضرورة الحصول على الحرية؟ يعني أعتقد سبق الواقع النخب في بلادنا، الشعوب سبقت النخب على هذا الصعيد، فهي تتطلع فعلا وعندها استعداد أن تقدم الغالي والرخيص الواقع من أجل هذا المطلب. ليس فقط الحرية، الحرية وبقية الأمور، الحرية، الكرامة، العدالة إلى آخره. فهذا الوعي الواقع نعم موجود، ونحن نستهين به أحيانا ونقول الإنسان العربي ساب موروثه إلى آخره، لا يستطيع أن يتحرك. لا يستطيع أن يتحرك، وقد تحرك فعلا، ولكن ما زالت الواقع أثقال الفترة السابقة وأثقال الاستبداد المحلي والاستبداد الدولي هي التي تمنع ذلك. هناك تحرك مضاد لا يقتصر فقط على الأنظمة القائمة في بلادنا وهي وظيفية قطعا، الواقع هذه الأنظمة مرتبطة بمصالح غربية، بمطامع غربية، بسيطرة غربية في الدرجة الأولى، يعني السيطرة المادية في الغرب مرتبطة بها، وبالتالي فهي تقاوم هذا الوعي، لأن هذا الوعي يمكن أن يمتد. ونحن نعلم الواقع أنه بعد الثورات العربية مباشرة أو في السنوات الأولى منها انطلقت حركات مشابهة نشأت في أسبانيا وفرنسا على سبيل المثال على قرب منها. فهم يعلمون بأن الواقع الإنسان الغربي أيضا ليس مطلق الحرية، يعني يعيش الواقع تحت ضغوط كما نجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان التمييز العنصري، يعيش تحت ضغوط معينة. ويمكن إذا انبثق الواقع الوعي ووصل انتصر في بلد يمكن أن يؤثر على بلدان أخرى إلى أبعد الحدود، عبر لأن الأمر كما ذكرت في البداية هو أمر إنساني يتعلق بجنس الإنسان ولا يتعلق بشعب دون شعب أو إنسان دون إنسان. طيب إذا ما سلمنا، سأبقى معك أستاذ نبيل، إذا ما سلمنا بهذا المنطق الذي تحدث عنه هيجل بأن هذا التقدم حالة التقدم في الوعي تريد تنتزع الحرية، الآن في الحالة العالمية تبدو المنطقة العربية هي من بين أواخر المناطق الجغرافية في العالم الجغرافية التي يعني تفتقد، ما زالت تفتقد إلى الحرية. ألا يعني هذا أن آلة الوعي تتقدم بشكل بطيء في المنطقة العربية؟ طبعا أنا لا أسوق الأسئلة الاتهامية وإنما أحاول أن أجلي الحالة تماما. يعني أخي نحن في حالة معاكسة تماما للحالة التي عاشها هيجل في عصره. هناك بدأ التحرك على مستوى النخب، نحن بدأ التحرك لدينا في الوقت الحاضر على الأقل على مستوى الشعوب. النخب تلحق بالشعوب، الحدث الذي صنعته الشعوب يمكن أن يصنع نخبا للجيل القادم. أما هناك كان الواقع العكس تماما، كان هناك موات مطلق على المستوى الشعبي وتحرك إلى حد كبير بأفراد
من المفكرين استطاعوا أن ينشروا هذا الوعي تدريجيا. ولا ننسى أن الأمور تختلف أيضا من بأسباب أخرى، هناك الواقع كانت هناك تواصل بين الناس يختلف كثيرا عن تقنيات التواصل في الوقت الحاضر، يعني أكثر من عامل في التاريخ يجعل التجربتين مختلفتين عن بعضهما. يجب أن ننطلق مما لدينا في الوقت الحاضر، لدينا شعوب واعية بنسبة كبيرة واسعة النطاق، وكما رأينا الواقع عندما كان هناك التحرك المضاد للثورات التي بدأت عام 2011، رجع التحرك من جديد على المستوى الشعبي في الجزائر والسودان، فلم يمنع ما صنع في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو سواها التحرك من جانب الشعوب الأخرى التي تتطلع أيضا إلى نفس الأهداف التي تطلعت إليها الشعوب. بالتالي هناك وعي شعبي فردي وجمعي إلى حد كبير، هناك عدم قدرة على التعامل مع الوسائل المناسبة، على ابتكار الوسائل المناسبة والطرق المناسبة من أجل الوصول إلى الهدف، لأن هذا يحتاج إلى عملية تراكمية، وهي التي بدأت قبل 10 سنوات ويمكن أن تستمر جيلا كاملا حتى تصل إلى بعض الأهداف. ولكن واقع هذا معاكس تماما للفترة التاريخية التي عاش فيها هيجل وماركس وغيرهم من المفكري الحداثة. طيب، هو تحدث الأستاذ نبيل عن أن هناك حالة وعي متقدم بالحرية عند العرب، لكن ربما ذلك لا يكفي حتى يتحول هذا المفهوم الحرية بمفهومها الواسع سياسيا واقتصاديا وفكريا إلى 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 واقع، وحتى تنال الزخم الكافي وقوة الدفع اللازمة في مواجهة هذا الاستعصاء الراهن. ينبغي أن تتحول إلى مشروع، إلى حالة ذهنية عامة برؤية موضوعية. هل تحولت إلى مشروع عند العرب قضية الحرية السياسية تحديدا؟ أتفق مع ما طرحه الأستاذ نبيل شبيب جملة وتفصيلا. طبعا الذي يعيق تحويلها إلى مشروع هو أنها تواجه حرب. يعني المشكلة ليست لا تكمن في غياب الوعي أولا، يعني إذا أولا الشعوب العربية هي أكثر تقدما وأكثر وعيا في مسألة الحقوق السياسية، وقدمت تضحيات كبيرة ثم وقوبلت بثورة مضادة مارست عليها حرب متعددة الأبعاد، حرب سياسية، حرب عسكرية، حرب اقتصادية، حاولت أن تهزمها ولم تهزمها حتى هذه اللحظة. إذن مسألة التوافق حول مشروع عن ما يسمى كيف نمارس الحرية، أنت تريد أن تصل إلى هذا، كيف نمارس الحرية، لا نحتاج إلى مشروع في حقيقة الأمر. ما نحتاجه هو هزيمة الديكتاتورية وهزيمة هذا العدوان الذي يمارس من الداخل عبر الأنظمة الدكتاتورية، ومن الخارج عبر الغرب الذي يحقق أهدافه من خلال هذه الأنظمة الوظيفية. الغرب قلق جدا من استعادة الشعوب العربية لحريتها وكرامتها. لماذا أنا يعني هل هناك من تفسير لماذا تنخرط دولة مثل فرنسا في حرب ارتزاق في ليبيا، يعني من وراء الستار لهزيمة مشروع سياسي في ليبيا يقوم على مبدأ الشراكة والديمقراطية تمثله حكومة الوفاق، وهي حكومة تعبر عن مجتمع عن حالة توافق وطني ليبي. تم الانقضاض على حالة التوافق هذه من خلال مشروع مضاد يقف في رأس حربته حفتر، لكن من الذي يقف وراءه؟ تقف وراءه دول ديمقراطية مثل فرنسا اللي هي أم الثورات المعاصرة. هذه الدولة تطورت بشكل واضح وصريح في هزيمة المشروع الديمقراطي في ليبيا. إذا ما نحتاجه هو هزيمة الديكتاتوريات، لا، وهذا ما يجب أن نتوافق عليه. يعني من المفارقات أنه مثلا العرب حالة الوعي تنامت لديهم بسبب التقدم في وسائل الاتصال كما قال الأستاذ نبيل، لكن أيضا هناك نقطة مهمة هو أن بعض الدول والإرادة السياسية قررت أن تمنح مجال للاستنارة، مجال للتأثير بالاتجاه الإيجابي في وعي الناس. هذا الأمر تمثل مثلا في شبكة قنوات مدعومة من حكومات، هذه تركت أثر كبير جدا وحرضت المجتمع العربي ونضجت خياراته ودفعته إلى الانقضاض على التسلط والديكتاتوريات لنيل حريته، ولذلك قوبل بهذا القدر من العنفوان من قبل الثورة المضادة وللأسف من المجتمع الغربي الذي لم يصدر لنا الحرية السياسية ولا يرغب في ذلك. أشكرك أستاذ ياسين. مشاهدينا الكرام، نرجو في هذه الحلقة أن نكون قدمنا النافع، ما يشفي الغليل وما يشبع النهم في موضوع الجواب عن سؤال الحرية. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. شكرا لكم، في حراسة الله تعالى وتوفيقه، إلى اللقاء.